أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع درجات من نشاء فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ إنا
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. فقد سرق أخ له من قبل فقد سرق أخ له من قبل فأسر يوسف في نفسه ولم يبدها له. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. فخذ أحدنا مكانه من المحسنين.
قال معاذ الله إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فخذ أحدنا مكانه إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه السنين. قال معاذ فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي
نبنك سرى وما شهدنا واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون صبر جميل فصبر جميل صدق الله العظيم. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف فَوَا
وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين حتى صدقت إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت و
وقلت قولك الحق انك على كل شيء قدير. كانت هذه التلاوة القرآنية المباركة انزلت من كتاب الله العزيز الحكيم، تلاها علينا وعليكم فضيلة الاستاذ القارئ الشيخ محمود جلال السنهوري عضو بنقابة القراء بجمهورية مصر العربية والمقيم بمركز ومدينة تيل برو. ده الصوتية معارض الفراشة الكبرى ركبت من محلات ومخازن صاحب المتوكل على الله الحج عبد السلام محمد محمود واولاده المقيم بقرية السوالم البحري نيابة عن اسرة الفقيد الراحل. اشكر كل من قد جاءنا بالعزاء وشكر الله سعيكم جميعا.